بسم الله والحمد لله. يقول ربي يسخر منهم لأنه يعني فات الفوت سي فيني تري طار اي نون بلو دو كوموندير دو ديسبيرونس دو داتر اون دور دو شاتيمون لوان دو شاتيمون. لا تركضوا وارجعوا الى ما اتركتم فيه. ما عطيهم 3 ايام كما وقع بعد كما تقريبكم سيدنا هو التقريب ولا سيدنا صالح عليهم السلام عليهم السلام. لا تركضوا وارجعوا الى ما اترتم فيه بوتر في فاست ومساكنكم وفو دومور سومبتيول لعلكم تسالون. ممكن مش نسالكم لماذا صنعتم هذا؟ لماذا صررتم على رفض الانبياء عليهم السلام؟ هاكم رسلي الكرام بعثتم لانقاذكم من الاوهام، انقاذكم من بطلان افعالكم وعاداتكم المقيتة. انتم اساتوا الادب تقولوا على رؤوسكم، وهذا جايكم يكرب مدامكم قاعدين تحاربوا في الرب وتدعون انكم خير المسلمين وانتم تحافظوا على الاسلام وملككم هو اللي يحافظ على قدسية مكة والمدينة واضرب خلص. هذا ممكن تعدى على قوامكم اللي آمن كما تكون ولا عليكم كيفكم أنتم أقوامكم، لا عندهم حتى الرجولة ولا عندهم حتى قدر ولا عندهم حتى وعي إلا القليل منهم الله يبارك فيهم. أما البقية شكارة والبحر بحر جهنم. حتى وتوفى الدنيا هذه وكل البرزخ اللي انتم فيه والسيارات الثمينة والسفرات الشيطانية وكذا كل فقتوه مال الأمة سرقتوه بطريقة أخرى كما برهن على ذلك الكلب ولي العهد الله السعودي وقال كان مالي كل يحكم فيها نشري يخت ولا نشري لوحة ولا أنا مالي، أنا مالك يا سارق الكلب، ما أخي ما ريتش روحك في المراية يا أخي، وما ريتش ما قلنا لكش أرجع ربك ويزك من العلو ويزك من العتو ويزمك التبعية للصهاينة ولا الولايات المتحدة ولا المملكة المتحدة ما قلنا لكش، وينك أنت؟ إذا كان أنت عملت ودن عروسة تو يجيك ما يهرك هروسة هروسة بهروسة قضاء قضاء وقدر يعني ما تحياتش. نسأل وأنت الأحمق الأحمقين نسأل الله السلامة ولا اللهم نجعلنا من المعوقين.